مرحبا واهلا وسهلا بالجميع بجلسة جديدة من جلسات دائرة تدريب مهارات الحياة، اللي من خلالها عم نحكي عن نموذج العلاقات الرومانسية، المراحل العشرة في العلاقات الرومانسية. دائرة تدريب مهارات الحياة هي جزء من برنامج دوائر من منصة أوطان أباط المواطن العالمي، اللي هدفها بناء مجتمع مبني على 5 قيم موحدة، اللي هم المحبة، السلام، والتقبل، والتسامح، والعطاء، وبناء فكره ونشر فكره المواطن العالم، بمعنى انه الانسان يعامل الانسان على اساس انه انسان. وكل الفعاليات المختلفه لاوت اند اباوت هي هدفها نعيش هاي الفكره، مش نحكي عنها. ان كان زي امبارح اللي طلعنا له البولينج، اليوم بدوائر، يوم السبت رح نكون بنادي الكتاب، كل هاي الفعاليات بنعملها عشان نعيش الفكره، مش نقعد نعمل ندوات وتقديم ورقات عمل وكيف يجب على المجتمع أن يتعامل وأن يثق نفسه ببعضه البعض. لأنه حاولوا كتير مؤسسات المجتمع المدني من خلال الندوات وورشات العمل، بس ما طلعش بإيدهم كتير. فإحنا عم بنحاول طريقة جديدة صرنا 12 سنة فيها. قدرت Out and About أنه تغير من حياة أشخاص أفراد. هل وصلنا لهذا المجتمع؟ لا، ما وصلناش. بعد 12 سنة ما بنقدر نقول انه فعلا قدرنا نبني مجتمع، بكلمة مجتمع مبني على هاي القيم، بس قدرنا نوصل لأفراد انهم شافوا القيمة من هاي القيم. على العموم عشان ما نطول ونحكي عن أوت أند أباوت كتير بركي هيك تحت الهواء بالجلسة الماضية قدرنا ننهي المرحلة الخامسة من مراحل العلاقة الرومانسية، اللي كانت مرتبطة بموضوع الارتباط، واللي هي البوندينج ستيج. حكينا عنها لمدة تقريبا 4 جلسات، وقدرنا نوصل لخلاصة انه المرحلة الخامسة هي احساس اكتر منها مراسيم. هي الاحساس اني انا فعلا حابب اقضي حياتي مع هذا الشخص. هل هذا الإحساس، وكان من الأسئلة المهمة، بضمن إنه إحنا التنين خلص happily ever after على رأي هاشم؟ لا، مش بالضرورة، بس على الأقل عشان أقول إني حابب أعيش مع هذا الشخص يجيني هذا الإحساس. هل يجيني طيب لازم أستناه يجيني عشان نقول يلا نتزوج؟ أكيد لا. وقلنا عشان يجي هذا الإحساس هو المفروض نكون مع بعض، عايشين مع بعض عشان فعلا نكون المعرفة، لأنه قلنا الحب مبني على معرفة، والأنواع الشعور الثانية من الشغف، من الاشتياق، من كل في كتير كلمات لكلمة حب يعني، أو لعلاقة الحب، بدناش نفوت باللغة العربية، والعشق والهيام وكل هاي المفردات باللغة العربية، وكل واحدة ليفل كمان إلها. معتز مختص بهذا الموضوع. هذا معتز؟ لا، معتز يعني بيجي هون بس أكتر بنادي الكتاب. اليوم بدنا نحكي عن، وهون إذا بتتذكروا حكينا قلنا كل شيء له دورة حياة، وقلنا العلاقات الرومانسية زيها زي أي شيء تاني إلها دورة حياة، ودورة الحياة الرسم البياني تبعها بهذا الشكل، زي الانترودكشن، جروث، ماتشوريتي، ديكلاين. اوكي، قلنا البوندينج هي الماتشوريتي ستيج، وصلنا للتوب. اوكي، هلا بدنا نحكي عن المراحل ما بعد الماتشوريتي، اللي هي مراحل الديكلاين. شو الاشارات تبعتها، شو بيصير فيها عشان نحاول نتفاداها، وبرضه رح تكون تفاديها من الأسباب اللي تطول الماتشوريتي، إنه نضلنا فوق، اللي هو دائماً السؤال كان يسأله زيد، إنه كيف بدنا نحافظ إنه نضلنا بهاي المنطقة مبسوطين فيها. فلما بنحكي عن المرحلة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة على ما أظن، العاشرة لا العاشرة رح نحكي عنها، بس العاشرة هي لا خلص، بدنا to manage الانفصال يعني. كل الحديث عن هاي المراحل رح يكون لتفاديها وعشان نضل بشعور المرحلة الخامسة.
هاي الطريقة اللي بتطلع عليها على هدول المراحل. اسم المرحلة بالانجليزي differentiation. وجماعة الإدارة لفريق دوائر، نستنى شوي عبال ما الأمور تهدى، نسكت شوي عبال ما الأمور تهدى. مركزين معي مش ديستراكتد انا بس عشان ما تحس لا لا اوكي ما انت انا اللي ديستراكتد بس خليك على العربي ايش هو خليك على العربي تمام لا رح نضلنا على العربي بس لان صحيح ضروري احكي النموذج هذا اللي بنحكي فيه المراحل العشرة مش اختراع اوكي احنا جايبين نموذج جاهز واحد عامله عم ندرسه ومنه بنحكي فيه عن هاي المراحل وبنشوف كيف درستها بس مش اختراع. اسمها differentiation stage. لما اجيت ادور طب شو ترجم differentiation يعني انه هي تمييز وفيها تميز كمان يعني بالبزنس differentiation تميز كيف اتميز عن غيري وبالتالي هي فعلا حالة مش التميز هي حالة التمييز وإشارتها بتيجي من شغلة حكيناها بالمرحلة الخامسة لما نيجي نقول إنه هدول التنين وصلوا للمرحلة الخامسة وإذا كان شغلهم بكل المراحل على هدف انه نكون مع بعض وصلنا ببطل في هدف مشترك مش هذا اللي حكيناه بالجلسه الماضيه وقلنا بدون هدف لنكبر مع بعض وهدف نشتغله احنا التنين بما اننا صرنا مع بعض فيكون لنا اشي هدف مشترك نبني عليه المستقبل بيصيروا هدول التنين بعد الارتباط خلص خلصنا اللي بدنا اياه وصلنا كاتنين كفريق اوكي شغلنا خلص كفريق هينا مع بعض خلصنا بما انه خلصنا معناته انا بقعد على التلفزيون هون انا بقعد على موبايلي من هون لانه خلصنا الهدف المشترك اللي بنشتغل عليه وهلا اشتغلت الاجندات الشخصيه اوكي انا بدي ادير بالي على شغلي انا هون بدي اشوف مستقبلنا ما بعرف ايش الكارير تبعي انا بدي ولد يحمل اسمي انا بدي ولد اربطه فيه بغض النظر اوكي بتشتغل الاجندات الشخصيه وبالتالي هلا هون وهون التريك اذا ما هون الخطر اذا ما اشتغلنا على الاربع مراحل مزبوط وفهمنا انه احنا كفريق لازمنا هدف مشترك نشتغل عليه عشان نكبر مع بعض to grow together مش to grow apart اوكي وإشي يوحدنا معناته خلص انتركت الأمور وفلتت وصار كل واحد فينا بده يشتغل على أهدافه الشخصية وهنا صار التمييز زين أنا حضرت الحلقة الماضية أونلاين أوكي في عندي تعليقات شوي قول لي التعليق الأول شو أنت عندك بس علي صوتك إحنا عندنا حكيت إنه هي شركة والكيكة تاعتها ثابتة ومش عم تكبر فبالتالي بصير الموظفين يتخانقوا عليه. صح. طيب هلا خلينا نحكيها بطريقه ثانيه انه هي زي سفينه كبيره ماشي الحال بس عم تمشي على ارض. شو بنحط على الارض؟ هذول الرولز. طيب زي عجلات او سيارات. على عربيه لو تتخيل معي انه احنا اول عجله بنرميها ورا صح؟ لا سوري اخر عجله من ورا بنرميها لقدام. اوكي. اخر عجله من ورا بنرميها لقدام. اوكي. هيك تمشي السفينه على الارض اوكي بالضبط هاي الشركه اللي انا عم بفكر بدي عنها عم بدي كنت احكي فيها استمرار العلاقه بالمرحله الخامسه بالضبط هي نفس الليفلز انت اللي عم تقطعها مع العمر انت عم تتغير انا عم بتغير بنفس العلاقه اوكي بس العلاقه مكانها عم بتغير عم بيصير بمكان ثاني بليفل ثاني بليفل ثالث انت عم تحملها حطها في مكان تاني انت عم تحملها اوكي هلا خلفنا ولد مع بعض هلا صرنا اكبر الحمل زاد مثلا احنا التنين عم نحملها ونحطها بعيد
احنا ما من ما منكبر الشركة وتركنا اساسها، احنا اساسها معانا. كمل. عم بحاول افهم. لا ما فهمتك. ما وصل. اوكي وين السؤال؟ انت حكيت انه grow apart. اوكي اوكي انا ما عم بحكي grow apart، احنا بنحكي انه grow together مع بعض level by level. انا عم بتغير مع الوقت صح، هي عم تتغير مع الوقت، اهدافنا عم تتغير اكيد. حلو. بس احنا عم نحمل الاهداف تبعتنا، يعني الاهداف تبعتنا هي السفينه والاحياء اللي هم الاجانب، احنا الافورت تاعنا. طيب. عم نحطه وصلت. طب خليني انا امسك اول شيء، انا بدي اياكم تقربوا، حاسسكم بعاد. حكيت لهم والله عشان هيك نكون جوا دائره واحده. بس علي ممتاز. بس علي جبني عليه. اهدافك انت بالعشرينات غير عن اهدافك بالثلاثينات، غير عن اهدافك بالاربعينات، غير عن اهدافك لما توصل ال 50 100%. وكل ما كبرت بصير عندك اكسبيرينس اكثر، وبصير عندك مسؤوليات اكثر، انت تطلع من الموضوع كله. من هون تصير الاختلافات، من هون بنفس الجملة زيد حكيت العلاقة تتغير، وبنفسها احنا بنحمل العلاقة. هدول الكلمتين يختلفوا عن بعض. كيف؟ العلاقة تتغير هي متروكة، فعلا تتغير، الزمن بده يغير، يعني الزمن هو العامل اللي فعلا رح يغيرنا كأفراد، وبالتالي العلاقة بدها تتغير eventually، يعني هذا إشي أكيد. أوكي؟ في فرق بين العلاقة تتغير وإحنا نمسك العلاقة من هذا المكان إلى هذا المكان بشكل مقصود. أوكي؟ فالعلاقة تتغير نعم، بس هون الخطر إنها autopilot، غير عن أنا شيء. إحنا مش أنا مش أنا فرد. ايش هو؟ لا ومش لا، انه احنا التنين بدنا العلاقة توصل لهون. وصل الفرق؟ تعالوا نتطلع على اي مجموعة. دائما في ايش اسمه جروب داينامكس، نعرف عنه. اوكي؟ طبعا الجروب داينامكس مش كتير ينطبق على شخصين، دائما الجروب داينامكس ثلاثة وأكثر. بس خلينا نتطلع عليه شو بيصير. وحكينا بهذا المثال، احنا مثلا هون هاي المجموعة، افرض صرنا نطلع كل يوم، وهي بتعرفوا بالبداية او لما نحضر تدريب تصير متشوقين نتعرف على بعض، وكليتنا إيجابية وكليتنا حماس وكليتنا مبتسمين، طبعا بنكون قرفانين حياتنا من كل نوصل على التدريب اول يوم نشكح الابتسامة انه احنا مش معقول شو اشخاص عظيمين احنا. اوكي وكليتنا ايجابيه وياي ما احلى، ونتعرف على بعض وشو حلو هذا. وبعدين بس يخلص الكورس شوفوا هذا الحماس، انه بناخذ تليفونات بعض وبنعمل لستة عشان دائما بدنا نشوف بعض. بعد ما يخلص الكورس بيوم واحد ولا واحد بتعرف على الثاني. اوكي لان الحماس شعور متغير. بالضبط. في طريقه ثانيه كمان نتطلع على الجروب. هذا الجروب افرضوا الكورس، مش عاده الكورسات بتكون عباره عن 3 4 ايام. اوكي خلينا ناخذ كورس لمدة 5 أشهر. اوكي رح نلاحظ انه هذا الجروب مع بعض بالاول، بعدين بيصيروا خمسات، كل خمسة مع بعض، بعدين كل خمسة بيصيروا 2 و3. اوكي اللي اقرب على بعض. اوكي بعدين بتصير شوف هاي وشوف هاد وشوف، بنبلش نطلع القصص اللي مش عاجبانا بالطرف الثاني. اوكي تعالوا نطلع على الشركات. أنا وأكيد كتير منا شفنا شركة ببداياتها وكبرت. من الشركات الكبيرة اللي أنا كنت جزء منها وببدايتها كانت فاستلينك. فاستلينك بالبداية، هلأ أنا ما كنت بال96، أنا كنت بال2000، بس لسه ريحة التسعينات كانت لسه موجودة. بس لما بسمعهم، لا أنا لما وصلت بال2000 كان الشعور تبعهم مختلف، كانوا كلهم مجموعة واحدة، ماركتينج واي تي وهندسة والأوبريشنز كلهم بيعرفوا بعض. حتى كانوا لما يعملوا اجتماع مع بعض كان في اشي حلو كتير الاتش ار شغالة عليه،
كلنا سيلز بيبل، كلنا مبيعات، اوكي، عشان بنبيع خطوط، اوكي. فالشركة كليتها متوحدة، هاي بدايتها بال 96 97. هلا لما انا وصلت بال 2000 وما بعدها بلشوا الديبارتمنتس يكبروا، صار الماركتنج مستطابق، الانجينيرنج طابق، الاكاونتنج الفاينانس ماخذ طابق. فصرنا احنا، شوف هدول جماعه هدول شو بيشتغلوا، احنا اللي بنشتغل. كل قسم صار يطلع على القسم الثاني انه هو بيشتغلش، وكل الشغل عندنا. هذا ما كان موجود بال 96، كانت المجموعه مجموعه واحده، كتله واحده، لشغل واحده. بدك تقارن بين 96 وال 2000، بال 96 اشتراك الخط 35 دينار، الدقيقه نص دينار، كان الكوميشن عالي للكل. الخط الكوميشن كان شرط زين. لما اجيت انت بال 2000، الدقيقه قرشين ولا 3 قروش ولا 5 قروش، الكوميشن قليل، وصارت الشركه تكبر والكوميشن ضل اقل من الاول. فصار انه لا، انا بدي اجيب عشان انت، هاي للمبيعات. هذا شغل المبيعات. بس انا عم بحكي اول كان هو كان يتوزع الكوميشن على على الكل، على اوكي. هلا الاثنين لما بدهم يجتمعوا واحنا مجتمعين على هدف واحد، رح يصير فينا زي الشركة اللي بلشت بالبداية كلنا مع بعض، وبعدين صار كل واحد منا ماسك ديبارتمنتس جوا العلاقة. انت بتوصلي لولاد، انا بجيب الخضرة، وسعناها ديبارتمنتس. فلو قامت هي جابت الخضرة، مين قال لك تجيب الخضرة؟ انت جوا الخضرة اللي جبتيها. وهو راح فاضي لقى حاله، طلع من الدوام بكير، راح جاب الاولاد، نسي يخبرها، فقام طرقت مشوار على الفاضي، ما كنت تخبرني، ما احنا متفقين. فبتصير هاي القصص الكونفليكتس تطلع الصغيره. اوكي، نيجي على العامل الزمني اللي بنشوفه على ارض الواقع. برايكم بعد الزواج امتى بتبلش، برايكم وحسب مشاهداتكم او تجربتكم، امتى بنبلش نشوف الاختلافات تبين؟ يقال عاده انه بس يجوا الاولاد، انا حسب تجربتي مرتين اتجوزت، اوكي، بعد 3 سنين. الرقم اوكي، انا بقول مش شرط 3 سنين او شيء. انا مرتين بقول لك. ايش مرتين؟ جوزت ما شاء الله. الشيء الثاني رايي انا، هي احيانا ممكن تكون من سنه اولى او من الفتره الاولى انه وصلوا للتتويج، حكينا المره الماضيه، فبتبلش تتعرى كثير امور ما كانت مبينه خلال المراحل، بتبلش تظهر وتكبر. إذا ما تلاشوها وحطوا هدف مثلا زي ما احنا حكينا، بتبلش من سنة أولى. ممكن إذا طرق عليهم خوف أو إشي جديد في حياتهم، وصلوا لنقطة مصير جبناتهم وبالتالي في نقاط، بيصير نقاط خلاف ما بتقدروا لبعض. وإمتى فهميني اكثر اذا ما صار شيء؟ يعني هم مثلا بلشوا علاقتهم وبلشوا سموثي وبنحبوا وكل شيء تمام، ودخلوا مرحله الارتباط وتجوزوا، لسه ما اجاهم اولاد، لهلا ما واجهوا مشاكل فعليه بالحياه. اوكي، فبيجيهم ظرف قوي او مشكله جد لازم يكونوا مع بعض فيها يواجهوها، هون ممكن يبلش انشقاق عند اول تحدي كبير مش متعودين عليه. اوكي، يس. احنا زي ما بنقول انه الحب بعد بيجي بعد المعرفه، نفس الشيء هاي الاختلافات بتيجي بعد المعرفه، فانا ما في لها عمر ولا لها وقت. اوكي، هلا هون في معرفه رح نتعرض لمعرفه مختلفه تماما عن هذيك المعرفه. اوكي، فممكن انا اللي بعرفه بفتره جدا قصيره اطلع هاي الاختلافات، وممكن بعد سنين في اشياء ممكن اعرفها رح اتحملها وفي اشياء ما رح اتحملها. هي بالضبط بعد المعرفه وشو الاشياء اللي انا ممكن رح اتعرف عليها اكثر. اوكي، انا بنظري من الاشياء اللي بشوفها حوالي،
ما مش بالضرورة بعد الزواج، في ناس بمرحلة التعارف أو الخطبة بيكون في اختلافات، بس بيمكنوا عشان بيتين، الشغلة الأولى بكرة راح أغيرها أو أغيره، والشغلة الثانية راح أهيمن وأسيطر وبمشي، مش مشكلة هاي بمشيها مش إشي أساسي. يلا فبعد الزواج هو شايفة الحكي من قبل أو هي شايفة، بس ما فكرت إنه الموضوع حيكون فعليا هذا إشي أساسي. أوكي يس. في دراسات مش عارفة إيش هي الدراسات، لا بالإنجليزية لا عن جد في كتير بالإحصائيات بيقول لك عادة الخلافات أو الطلاق مثلا إذا بدنا نحكي كطلاق يتم يا إما بالسنة الأولى أو بمايلستونز 7-15 يعني بعد 7 سنين 15 سنة ما بعرف إيش اللي انتبعته. هلا أول سنة مفهومة لأنه أنت المعرفة الحقيقية بتتولد، ففعليا أي خلافات حقيقية وجوهرية خلافات حقيقية وجوهرية بتظهر بالسنة الأولى. هلا اللي بيظهر بعد 7 سنين او اللي بيظهر بعد 15 سنه فهو التراكمات او الاشياء اللي بتيجي بناء على انه صار في عندك لودز زياده اللي هي عم نحكي اولاد، اللي صار في مشاكل ماديه، مش مشاكل ضغوطات ماديه او انه الالتزامات الماديه هاي بتصير تبين اكثر. وكمان احنا كبشر وهاي كانه المايلستون تبعت 7 سنين وتبعت 15 سنه كانه انه البشر كل 7 سنين بيصير عندهم إشي بتغير بشخصيتهم، فذات شوي هاي كل 7 سنين إنه بصير فيه. عشان هيك مثلاً تلاقي كتير ناس مثلاً بيعملوا كارير شيفت كل 7 سنين أو كل 15 سنة، وأظن هي 15 سنة هي المايلستون اللي كتير ناس بيغيروا فيها شغلات، سواء بحياتهم العملية سواء ككابلز بكتير أشياء. يعني هي يعني 7-14-21 هيك. هلا السنة الأولى زي ما حكينا لأنه هي إذا في إشي اختلاف جوهري ببين من أول سنة، هذا من أول سنة ببين. أول سنة بتبين اختلافات الجوهرية، في إشي كتير، ومعظم أصلاً أكبر نسب للطلاق اللي بتصير بالسنة الأولى. السنة الأولى عايشين بالعسل المحمود. لا هي السنة الأولى هي أعلى نسبة طلاق بتتم بالسنة الأولى وبعديها 7-15. أنا هاي المعلومات اللي بعرفها. أوكي. إيش ما كيف بشو مربوطة بتهيأ لي الشيء اللي يعني. أوكي. هلا بدنا نفرق سلطان بين اختلافات ونقرر ننفصل. لا في شغلة كمان. هلا إذا أي اثنين سواء كابل سواء متجوز حاطين سواء متجوزين إذا اثنين ضلهم ساكنين على بعض بيكون في مشكلة كمان كبيرة. طبعا. الحياة لازم يكون فيها مناوشات بين الطرفين لا تمشي. أما إذا هو ساكت ساكت وهي ساكت ساكتة. بدها تنفجر القصة كلها بوشهم التنين سمير نفرق بين شغلتين أوكي. اللي هم بالإنجليزي argument والفايتنج argument وفايتنج أوكي. الارجومنت الشغلات طبيعية الجدلية. هلأ التنين إذا بالارجومنت ما فهموا بعض بتصير بعدها فايتنج. فأنت كل دائما بقول أنا المحظوظين في بداية حياتهم اللي بيواجههم أرجومنت كتير، بس وين الخطورة إذا الأرجومنت هاي ما انتبهوا لها تصير فايت بعدين. فبدهم ينتبهوا الجدل الطبيعي. أنا والله حطيتي لي سكر كتير بالقهوة عادي، قال مرة الجاي إذا ضلت تحط لي سكر زيد معناه بدها تقتلني. يعني شو كيف بدها تتطور؟ هاي خطة ممنهجة. طبعا خطة ممنهجة. مثلا انا دائما مثل بحكي له انا وانا خاطب كنت اطنش لها كل ما بدي اروح لها مشوار ربع ساعة استناها. بعدين اول شهر بالجيزة زمرت لها مرة مرتين، بعدين قلت بعدين هي شغلة طويلة، خليت يوم عرس بنت اختها ولا ابصر شو تأخرت 5 دقايق رحت على عرس لحالي. فانت كمان الارجمنت هاي بدك تتبنى شغلات مهمه ترى مش تافهه. لا ما عم نحكي مش تافه. يعني اذا شيء مهم ببين يعني الشغلات البسيطه هاي هي هي هو بدهم ينتبهوا كثير لها هاي، لانه بالاخير بتصير فايتنج. الفايتنج خلص اذا وصلت للفايتنج صحيح. كمان بيعتمد انه كيف الاهل ربوا الشاب والبنت الخلفيات تبعتهم طبعا. هلا في شغله اذا الوحده امها مسيطره بالبيت على ابوها بدها تحاول تسوي تقلد امها، فهي كمان بتدخل في مشكله متاهه ما لها ردود الافعال. شوف هون هاي القصه تبعت التربيه والخلفيه في عنا اكثر من رده فعل عليها، وحسب قديش اكستريم كانت التجربه السابقه
كمان قد ايه ردت فعلنا عليها. في ناس باخدوا يقلدوا وفي ناس بيعكسوا مش عاجبهم فبقوموا بيعكسوا على الجهة الثانية. يعني اذا هي مسيطرة والبنت شافت انه هذا الموضوع كان سبب سلبي فهي ممكن تكون زيادة عن اللزوم ساكتة يعني تحاول تعمل العكس وبالتالي يكون يطلع سلبي برضو مرة. ففي ردود الافعال مختلفة بالاشخاص, في اللي بيقلد وفي اللي بيعكس. زين نمشي لموضوع انه ملوش دخل الوقت. اوكي ملوش دخل الوقت, ايش اللي له دخل؟ لا ما هي حكى سمير وسلطان لما حدا يخرب العقد او الاتفاق معناته خربت الامور. انا اتفقت معك انك انت بتحب هيك وبتحب هيك وبتحب هيك, انا حبيتك عشان انت هيك وهيك وهيك, انت بطلت هيك وهيك وهيك. صرت شايف بس بطلت هيك يعني القهوه اللي كنت احط لك فيها سكر زياده بطلت تشربها باختصار. لما الوقت كان مهم زيت فيها هاي. انا لما حكيت الوقت كان كمان هذا فرق العمر. لا 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 ما بنحبش النقاش جانب يكون, بس الوقت كان مهم انه الارجيومنت زاد مع الوقت. هاشم اعتقد انه لما they grow apart away from the mutual values. اوكي يعني مثلا واحد عنده الصدق او الكريديبيلتي كثير عالي بس زي ما ايش والله هاشم مثلا مصداقيه مصداقيه زي ما تفضلوا هون بالسنة الأولى تبين كل شيء الواقع الصحيح الحقيقة الحقيقة نفسها. طب ما هو بالأول مثلاً كان في مثلاً مجاملات أو نفاق أو كذا أو قدرت هون إنه بمشي وبعدين بمشي وبعدين. طب ما هو بالآخر حتظهر الحقيقة بعدنا عن قيمة الصدق مثلاً كقيمة. أوكي. بس ما كان بشكل عام الموضوع ثاني. أوكي. طب معلش الموضوع إنه ما كان الطريقة اللي هو معه. ليش ما كل واحد يعمل لا لا يعني هي مش محتاجة أبو هزيم زمان لك معنى أنه المناطق دائماً مش بضرورة يكون في كمية هائلة من الانتراكشن بيناتهم والشغلات اللي كل واحد فيهم بيأثر فيها على الثاني. إذا في مواضيع ممكن كل واحد فيهم يحافظ على مساحته الخاصة فيها زي شكل القهوة والشراب حتى نوعاً ما إلى حد ما الوسط الاجتماعي في كل هاي الأمور ممكن نخليها سبب كمان مش ضروري يندمجوا وما تحول لواحد خلاص. كل واحد يعمل قهوه بالحاله, كل واحد الاكل اللي بيحبوها اثنين بيعملوها مع بعض, بس كل واحد فيهم بيحب اكل يعملها لحاله, كل واحد فيهم يكون عنده شغل, كل واحد فيهم مش بالضروره يكون اعز اصدقائي هم اخوان مرتي. هذا الستيريو تايب تبع الموجود عندنا في مجتمعنا ممكن نتجنبه يعني عارف كيف, او عديله لازم يكون هو البست فريند تبعي الانتيم. خلاص هي حبيبي او هي تكون على الساقه عندها سكتها يعني هاي الشغلات اذا انت بتقلل المساحه المشتركه وبتحاول قدر الامكان تركز على العناصر اللي ممكن تعزز هاي العلاقه وتغنيها وتخليها دافيه دائما خاصه هي هي. اوكي سلطان بس اذا كل واحد يعيش لحاله صف يا يا لا مش كل واحد يعيش لحاله, لا انه كل واحد يسوي بدك تحكي من شوي انه كل واحد يسوي من عين يعني وعين لازم بالاخر هذه كل واحد يعمل قهوه يعني يا ريت في كلام الحد على هاي القصه صفر هاي يعني تجوز عم بحكي عن فكره انه انت بالاخر مش بالضروره الاسباب اللي انت تكون فيها مختلف تركز عليها يعني على مبدا واحده من الجامعات كثير مشهوره فلنتفق على ما نتفق عليه وندع ما نختلف عليه يعني فخلاص خلينا دائما يعني نركز اكثر على الشيء اللي احنا بنحبه ببعض لانه هيك في شغلات عارف نجمع فيها سواء القهوه سواء الاكل سواء البشر سواء الحجر سواء اي شيء دائما في شيء في الشخصيه بتديها زي بعض مش كتالوج يعني مش كتالوج يعني الا يكون في اشياء اختلافات طبيعي بس ليش احنا لازم يكون لازم الشب كتالوج والبنت كتالوج نمشي عليه بالضبط في حذافيره بنت بتقبل رايي وتحترم شخصيتي وخيالي والى اخره والعكس صحيح او مش هذا الكتالوج اللي اعطتوني اياه بالبدايه كتالوج من الالماني ايش نقدر نلخص الحكي اللي حكيناه احلى ايش هو انه ما يتجوز احلى يتجوز يس انا بدي احكي الشغله اللي حصلت بالفتره الاخيره احنا كمجتمعات عربيه البيوت خلينا نقول 80% من العائلات البيوت فيها شخص نرجسي بحت سواء الاب او الام هذا كنت اشوفه انا كثير الاحظ فبالتالي شعور حب السيطره موجود جواتنا في دمنا فكرمال هيك لما بتيجي تنعمل علاقات لازم حدا يسيطر حتى لو شيء تافه
يعني ممكن يتخانقوا على برداي او بردايش كثير تافه، بس عندي شعور انه انا لازم اسيطر في هذا الموقف عشان في المستقبل ما يجي موقف اكبر من هيك بكثير، فهو تعود انه يمشي الامور بالريح. ففي منه هذا الحكي السيطره النرجسيه لعبت دور. بنرجع لقد النرجسيه يمكن بسبب الاحتلال اللي تعرضت له الدول العربيه والقمع، هذا لعب دور انه يجي الزلمه هو مقموع برا من الاحتلال يجي يفش غله في مرته واولاده يقمعهم، فتيجي المره برضه تقمع الاولاد. نرجسيه متوارثه عبر الاجيال ومين بده يسيطر عليها. فانا بنظري هذا الجزء من بدي اوقف هون شوي، لانه انت وبتحكي في انا يعني انا على الاقل شفت راسين بهزوا إجابة. فبدي أوقف هون وأسأل السؤال، هل مين شايف وجهة النظر، وخصوصا يعني طرحت موضوع كتير مهم، موضوع النرجسية المتفاقمة جوا العلاقة والزوجية بمنطقتنا، بدي أشوف مين متفق مع هذا الحكي. متفق مش لا مش منطقتنا في العالم بالعالم. تفاوت. انا برايي بالعالم كله موجود انا شفت العالم بس في تفاوت يعني على سلمى انا مش مع. احنا كثير بنستخدم مصطلح النرجسيه بطريقه كثير مبالغه. اوكي الفكره انا برايي هي حكته مظبوط، بس مش لانه نرجسي، لانه احنا بالبدايه اي طرفين باي علاقه صداقه شراكه ام وابنها كل حدا بده يحاول يشوف لاي مدى بقدر ياخذ من الطرف الثاني، قديش بقدر اوصل ايش الليمت تبعي والباوندري تبعي مع هذا الشخص الثاني. الشخص الثاني اذا من البدايه وقف لهذا الشخص وحط له حد معين او اتفق على شيء معين، الطرف الثاني ما راح يحاول مره ثانيه. يعني اللي انت بتحكي مثلا انا كلمتي اللي ما بتنزل الارض، اذا الست او مش الزلمه، خلينا نحكي الست بالاغلب في مجتمعاتنا، سكتت وامرك ويس السيد راح يتمادى لحد ما يوصل لمرحله حتوقف له وممكن ما توقف له. هو الموضوع مش نرجسية، مش كل الناس يصنف النرجسي شيء كثير كبير. انا 80% بعرف يمكن الناس اللي حوالي رح ناخذ مش رح نختلف على موضوع النرجسي. انا بهمني الكونتنت اللي انحكى. الفكره اللي حكته مصفين منه متفق عليها، لانه هو اي طرفين يعني كل طرف حيحاول يشوف ايش بيقدر الليمت الطرف الثاني اللي بيسمح، اللي هي حرب المساحات. حرب المساحات. زيد بعدين كريمان بعدين محمد. بدي امشي مع سلمى لحد مش حكينا لحد المواقف او يصير معهم بشيء او يصير معهم لنفترض ان الزلمه كانت معطيها مساحه هالقد والزلمه صار معه بشيء وانكسر. اوكي او هذا الليمت وين راح؟ اللي كان حاطط لها اياه راح انتهى صح ولا لا؟ اوكي بدي احكي فيه انه هذه العلاقه اللي احنا عم نحكي فيها لازم تكون فيها شيء اقوى من المساحه، يعني العلاقه او المرحلة الخامسة اللي احنا عم لما نوصل انه هاي المرحلة الخامسة اللي حكيناها انه احنا كثير مطمئنين فيها خلص انا اي تراست يو فور يعني للمستقبل صح مش هذا الشيء؟ اوكي اظني انه هاي اقوى من النرجسية او الشيء اللي حكى له بغض النظر ايش كان معناه بس واقوى من انه هو حدد لها وما حدد لها باوندريز. ما في شيء اسمه باوندريز بالمرحلة الخامسة، بالمرحلة الخامسة انا بعمل هذا الشيء وانا مرتاح، ما في لانه انا بدي كمان. مزبوط ولا لا؟ انا مش فاهم علي؟ انا فاهم عليك بس ما بعرف اذا هذا اللي عم بيصير. هلا هي طرحت شغله كثير حساسه، بس هاي الشغله للناس التقليديين مش للناس اللي مشيوا اربع مراحل. اوكي انا رايي الناس التقليديين كله هيك ماشي وامه بتقول له اقطع راس الاوبشن بالعرض صح؟ بنقوله هلا بقول لك اياها. اللي مش الاربع مراحل لا ما اعتقد انه راح يوصلوا لشيء زي هيك، لكن اذا قعدوا بالمرحله هاي وبلشوا يتعرفوا مضبوط على بعض راح تظهر كثير اشياء ما كانت باينه اكيد، هذا لانه فات معايشه صار فيس تو فيس سايد. كيف وعيهم اللي مشوا هذيك المراحل راح يوصل راح يحل، اذا لا كانت مش محمد. لا انا بتفق مع اللي بيفسر بغض النظر عن تعريف النرجسيه،
تعريف النرجسية يعني مش عاقل بس في نقطة كثير مهمة وتحديدا في نقطة كثير مهمة احنا هون عمال نوصل الحالة الذكورية الحالة الذكورية هاي اللي فيها الذكر غالبا بيحاول وغالبا الذكر بيحاول هو يسيطر على كل شيء بيطلع كل شيء الذكر بيحس بالرضا لما يحس انه قادر يرضي الطرف الاخر اصلا هيك التعريف قادر لما يحس انه قادر يرضي الطرف الاخر يرضي يعني هو شعور القيمة اللي بيحصل عليه الذكر عموما هو من خلال القدرة على الشعور بأن الطرف الاخر راضي فيه فبالتالي هو اصلا يعني لما نحكي عن الجانب النرجسي من صح التعبير فيه تفاصيل الارتباط هو بيكون من خلال شعوره بأن الطرف الثاني محتاجه وعلشان هيك بيروح هو على فكرة يعني هاي جاي من داروينيا من فكرة الذكر موجودة يعني لها تفسيرها علميا لكن النقطة هون فهالتعريف النرجسي هذا في عندي مشكلة هاي تحديدا بلش تظهر انا برأيي الشخصي بعد 2008 وبعد بعد 2007 2008 اوكي بعد ظهور فيسبوك تمام بعد ظهور فيسبوك قبل فيسبوك كان هاي فايف بس بعد ظهور فيسبوك صارت فكره ان تعرف هويتك او ان يكون لك بروفايل فيزبل لناس كثير من دون ما تكون انت شخصيا تستحق تكون فيزبل كثير فبالتالي الحاله الذاتيه ارتفعت لحد كثير كبير لما الحاله الذاتيه ارتفعت لحد كثير كبير دخلت في صراع صار في عندك كثير من النماذج لما تشوف انت كثير رح تشوف ناس كثير احسن منك دائما مين ما كنت فبالتالي هذا الشعور بانك انت شخص اقل من شخص ما انت ما بتعرفوش وهو ما بيعرفكش بيولد بطل فكره انا سيد الرجال يعني سيد الرجال في البيت لانه اصلا هي المره هي بتعرف اربع رجال يعني فبالتالي اكيد بتعرف كل سيد الاربعه هذول مش شغله صعبه لما بس سيد مين سيد الالف واحد صعب او سيد المليون واحد صعب سيد المليون نموذج صح يعني فبالتالي صار في اول شغله بدك تعوض هذا الموضوع هل تعوض هذا الموضوع بدك تشتغل على حالك وعشان هيك طلعت الفلاتر يعني سناب شات مش عارف شو هي فكره انك انت بتحسن صورتك بتخيلها نفسك او بدك تروح على الصوره الاخرى اللي هي انا اصلا غير شكل هو لا غير شكل ولا سخام هو بس خلص هو حابب يحس انه هو شخص غير شكل انا قوم انا حديد انا مش غيري انا اصلا مش عارف وعشان هيك بتضرب يعني ظهرت كثير مثلا واحده بانه كنت بشوفها كثير بايخه لما واحد يحكي لوحده انت حلو تحكي له بعد لا هاي بايخه كثير لسبب بسيط هاي ممكن حكت اول مره كانت بسيطه لكن بعد هيك انه انت بتفرجي حالك انك تستغني عن كلام الناس وانك مستغني من ذلك وهذا حكي مش بيه. كل انسان بحاجه الى تعزيز شعوره بذاتيته بناء على علاقه مع شخص اخر هو العكس بالعكس معلش طولت شوي بدي احكي عن موضوع كبير عالمي مش عربي لسبب بسيط هو شغل العالم كله استعمل مش بس العالم كله استعمل بس خلينا كلنا مع بعض العالم كله تعرض للاستعمار مش بس العربي حتى بايطاليا كلها تعرض للاستعمار تعرض للاستعمار 400 بلاد فبالتالي مش موضوع انه هذا ما استغل لكن ثقافة القمح، ثقافة التفوق بالعضل، ثقافة التفوق هي أقرب ما يكون للجذب الحيواني للإنسان. أنت لساتك هناك لسه متأخر عن التطور البشري الطبيعي. فبالتالي لما بتكون أنت هناك لسه ما تطورت لهون، دائما راح تبحث عن طريقة فرض سلطتك بالقمع أو فرض سلطتك بالسخرية باستمرار، يعني دائما تصغر شخصيتك. أوكي. هل أنت قادر تصغر شخص تحسه هو حجما أصغر، فعشان هيك بتجيب سيارة كبيرة لأنك أنت صغير، قيس عليها. كثير حبيت هذا التحليل يعني كثير حلو بس كثير شطح لا لا هو مش حقيقة هو ما شطح يعني انا هيك حسيت لا لا بس عشان السؤال ودانا حلوة. ودانا على محلات كثير حلوة بعيدة بس بصلب الموضوع يعني جاب لنا اياها من زوايا مختلفة على صحابه بعيد يعني ايه لا لا ممتاز بس تحكي له السؤال الأساسي عشان يعرف احنا عن ايش عم بس هلا في شغله فيش واحد بيحكي عن زيت وعكر فاي هلا فيش واحد هذا مثلا بقول لك فيش واحد بيحكي عن زيت وعكر هلا اي علاقه او زواج او خطبه كل واحد بده يبين ايش هو منيح فيه انه انا واو وهي واو بس لما يصيروا في بيت واحد سكروا على حالهم الباب تبدا تنزاح زي ما بقول هالاقنعه فبلش من هون بلش من هون ايه من وين طلع هذا الاشي بطلع الشاب بنت وبتطلع البنت ابو عنتر فمن هون تصير المشاهد كمان سيطرة ممكنة اول اشي بدنا نيجي على موضوع كان في سؤال مهم هم شو هم الاربع مراحل اساسا معانا سوري ياسمين وانت ياسمين ضحى المرحلة الاولى هي التعارف شفت حدا هيك إيه ما أحلى لو نتعرف على بعض من بعيد أوكي فحابب أتعرف بعد ما تعرفنا حابب أعرف أكتر بعد ما عرفت أكتر حبيت اللي عرفته بالمرحلة الثالثة فصرت حابب أشوف وأتفاعل مع هذا الشخص بشكل أكبر بعد هدول الثلاث مراحل وحالة المعرفة الأكتر هاي والفريكونسي زادت حبيت الشخص
اوكي حبيت اللي شفته من هذا الشخص، فبنقدر بنفوت بحاله من يعني مشاعر الحب بتكون بلشت وصرنا ثنائي قدام المجتمع. بالمرحله الخامسه هي مرحله الارتباط، يعني بعد ما مرينا بمرحله مشاعر الحب بلشت صرنا ثنائي قدام المجتمع اطمننا لبعض، فصارت مرحله الارتباط اللي هي مش بس مراسيم، اللي هي حاله احس فيها انه انا فعلا بدي اكمل حياتي مع هذا الشخص. وقلنا هاي الحاله مش بالضروره تكون قبل المراسيم، وبالاحرى اشترطنا انه لن نستطيع انه نمر بهاي الحاله الا بعد الارتباط، عشان في معلومات كتير ناقصانا اللي احس هذا الاحساس اني فعلا بدي اكمل حياتي مع هذا الشخص. وصفناها انها بتكون بعد الارتباط عشان اقدر الم كل المعلومات وفعلا يجيني هذا الاحساس اني بدي اقضي حياتي. هاي المرحله الخامسه. المرحله السادسه هون ما بعد المرحله الخامسه، يعني بلشنا الديكلار. اوكي في كان حدا رفع ايده قبل ما اوصف. انا رفعت ايدي. يس. انا بقول انه شرحه كثير حلو، بس يعني هو واحد ليش احكي واحد واحد ما مشكله بحكي مش له خذي روحتك اذا بدك روح. عجبني شرحه، بس حسيت انه قصه كثير 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 يعني عرفت. بس يعني سؤال هلا انا بدي اطرحه، ليش ما نحكي اشياء واقعيه يعني الحياه الواقعيه؟ هو شرح اشياء كثير. يس فعليا اللي حكاه واقعي، بس احنا ما بنلمسه. يعني هاي احنا مش داخليتنا والمشاكل النفسيه اللي عندنا او الكلاكيع تبعتنا، هاي شيء احنا مرات ما بنقدر نحلله. هذا هلا هو حاول يحلل، وفي جزء كثير كبير من اللي حكاه مزبوط، يمكن في اجزاء ثانيه احنا مش عارفين نحللها. هاي الكلاكيع هي اللي بتبدأ تطلع، وهاي اللي هي الطرف الثاني اذا فعلا اتعرف عليها بالمراحل اللي قبل بيكون قادر يتعامل معاها، اتفاجأ فيها بعد مرحلة الزواج هون تبين المشاكل تبين أكثر. أنا مش عارف هي ليش عم بتصرف هيك أو هي ليش عم بتصرف هيك. العلاقة الرومانسية حسب ما شرحناها وقعدنا في تكرارها بإيش محكومة إيجابيا، قلنا عشان تنجح هاي العلاقة بإيش ما نحكمها. يس شغف اتنين لبعض للمراحل الجاية بقوم لبعض. ممكن يكون في شغف بس تعبان نفس المرأة. ايش السؤال؟ رؤيه اللي هي التيم والرؤيه. احنا اتفقنا مع بعض، قلنا مع بعض، وببناء الهوية الشخصية للعلاقات الرومانسية قلنا انه انا كفرد من اول الاهداف اللي بدي اقولها لما بدي افوت على علاقة رومانسية شو شكل العلاقة الرومانسية اللي بحب اكون فيها. ولما رجعناهم مع بعض وكملنا العلاقات الرومانسية قلنا هدول التنين بدهم يقعدوا ويتفقوا على شكل العلاقة الرومانسية اللي بحبوا يكونوا فيها. هذا واحد. هاشم قالنا شغلة كتير مهمة، من اهم الشغلات اللي بتفرقهم انهم هم حادوا عن طريق القيم المشتركة اللي اساسا كانوا متفقين عليها. اوكي وقلت سوري ليه حادوا؟ لا هلا ليه حادوا موضوع سابع. بس هذا اللي ادى الى اوكي. ففي احنا كنا متفقين على شغلات، هذه نوع العلاقة اللي بنحب نكون فيها، هدول هي القيم المشتركة اللي بيتنا بدنا ناسسه عليه. وين راحوا؟ اوكي خليني بس اكمل هاي النقطة. لما الواحد فينا في اشياء رح تفاجئنا، لما فتنا على هذا البيت الواحد انتو بتعرفوا شو معنات؟ هي القصة مش بالطرف الثاني، مش بين لي الطرف لسه قبل ما يبين لي الطرف الثاني اشي. مين هاد؟ في حدا بنفس التخت؟ مين هاد؟ انا طول عمري بتحتي لحق يعني في اشياء انا عم بنصدم منها قاعد. مين هاد؟ انه افيق تاني يوم. انا امبارح كنت لحالي بالتخت ببرطع فيه قاعد. اوكي اليوم لازم ادير بالي، انا بدي انام اغمض ادير بالي انه ايدي ما تتحركش. هذا لسه ما نمتش، انا لسه بدي انام، انا بدي عم لسه عم بعود حالي على المساحه الجديده.
اللي بدي اكون فيها. لا والشاب يصحى يلاقيها بدون ميك اب، مين هذا؟ هلا ممكن يكون زارها، ممكن يكون زارها ببيت اهلها الصبح، راحوا على الفطور يوم جمعه قبليها بالخطبه، ممكن كبس عليها ممكن. اوكي بس جوا البيت، جوا البيت يعني معلش افهم يعني مين هذا، كيف يعني مين هذا؟ ما هو ماشيين. لا لا انا معاكي، بس ما هو انا عم بصحى يعني احنا قررنا امبارح بحس الواقع وكنا بالعرس. اوكي اوكي. وامبارح لما صح هو بصير هيك، وامبارح لما نمت بالبيت يعني قبل العرس كنت لحالي امبارح، اليوم اوكي جاي مش اخور جنبي بقى لسه مش اخورش، انا عم انا عم بنام. انه في لسه اقولكم قبل ما ننام يعني فايتين بدنا ننام. تعرفوا في خناقه رح تصير، بتعرفوا عايش على بكره انا وين مكاتب يعني اي مكان روح يا هذا لإلي ولا هذا لإلي ففي اشياء هلا حط لي النوع العلاقه اللي اتفقنا عليها حط لي شوي في في عندنا اشياء ابسط من هيك انا ما كنتش مفكر وما كنتش مفكر انه ممكن يكون لها هذا الثقل علي يعني. ايش هو؟ انا احكي هي قصه واحنا خطي لسه قبل العرس باسبوع، فاحنا بنرتب البيت وهيك. طب بس اسمعي، هي لازم نتفق على شرط كثير اساسي، شيء كثير كثير مهم، وقت النوم نوم، يعني انا بتغطى بحرام وانت بتتغطى بحرام عشان ما حدا فينا يتخرق على حرام. لا وقت بلا هو حرام واحد وراح هيك وصريت وكان حرام واحد. هذا موضوع كثير مهم. مهم شغلات صغيره بس مهمه يعني وما بخطر لنا اساسا، مش قلنا نتفق ونكون شفافين ونكون نحكي في اشياء مستحيل تخطر على بالنا انه إلها وزن اساسا. ففي هذا هذا اللي عم بحصل معي قبل ما اكتشف الطرف الثاني عباره عن ايش جوا البيت. ففي تقول كتير كبير، هذا فعلا فعلا بدنا ننتبه، يعني اللي بده يحكم العلاقة فعلا وضلنا متذكرينه انه هاي تحديات. يعني المشكلة بالشغلات الصغيرة لما نلاقيها انها مش صغيرة، وهي كيف بدي نحكي فيها؟ يعني كيف بدي احكي انا بهي واعمل منها مشكلة وصد؟ بس انا متداعية يا اخي، انا هذا الجهة من السرير ما بتنفعش انام. اوكي والاحرام واحد والاحرامين يعني واشد او الالحاف والاحرام، ما تاني يوم انا رح اقوم معصب طبعا واسمها الصباحية. فأنا أنا مش نايم. فأول يوم أنا فايق على الفطور اللي المفروض إنه منشكحين إحنا التنين. أوكي؟ متضايق. بس طبعاً راسم الابتسامة، وانتبهوا هون، أنا متضايق وراسم ابتسامة من أول يوم. أنتوا عارفين هذا التراكم اللي بده يصير؟ خطر جداً. وأشياء ما بنحكى فيها، يعني كيف بدي أقول إني أنا معصب عشان انا ما كانش في حرام واحد؟ يعني كيف بدي احكي، كيف بدي اتخانق عليه؟ يعني كيف بدي اعمل خناقه من وراها هاي القصه؟ ولا اساسا يوم الصباحيه احنا ونفرض اني مبسوطين واحلى اول يوم ومش عارف اقول اني انا اتضايقت عشانه بحرام واحد، ولا انا اتضايقت عشانه بحرمين؟ كيف بدي افتح هذا الموضوع؟ او اقول شغله ثانيه. يس. هلا في ناس عندها الصبح لما بتصحى لها طقوس معينه. يس. ممكن الطقوس ما تتشابهش، يعني في ناس بيقوموا الصبح انا ما بحكيش مع حدا بس لهم ساعتين ليصحوا. كمان هاي قصة. يس. هاي قصة. تاني يوم اهل مش عارف مين عازمهم، فهم قايمين على الفطور ياكلوا بسرعة عشان هم بدهم يلحقوا الغدا عند ناس، على العشاء معزومين عند ناس تانيين، بعد بيومين طالعين مش عارف ايش عشان يشوفوا مش عارف مين، الرابع يوم في المبارك مش عارف شو، يعني انا بعرفش التفاصيل وبعرفش هاي الوقت. هذا حقيقي. أه؟ زي يوم الجمعة. أه؟ على الساعة 12 نصفها. على الوحدة الغداء. احنا ما كتبناهوش هذا الحكي. لا ولا طرقنا له ابدا. ما يعني مستحيل نكتب، يعني مستحيل يخطر على بالي انه هذا موضوع ينكتب. ولا موضوع اساسا نتفق عليه، ولا اساسا موضوع رح يطرق. طب انا مقضي اول اسبوعين احنا مش رايقين على بعض، احنا مش ملحقين عزايم، احنا ما فقناش على بعض. وطبعا مع العزايم فلانه شو حكت
وفلان شو رمى له كلمة وفلان قال له مش عارف ايش. هاي حلوة هاي مش عارف. هو حق وعبق يا معلم عبق. اوكي. مش حلو. ايش الجواب؟ جواب السؤال اللي انسأل بالبداية انه امتى بتبدأ تبلش المشاكل او امتى بيبدأ الواحد لما باللحظة اللي الاكسبكتيشنز تبعتك بتبدأ ما يعني ما تتوافق مع الحقيقة لانه انت داخل عندك اكسبكتيشنز معينة توقعات معينة وعارف هذا الشخص لإشي معين بمجرد ما هاي الصورة تبدأ تختلف او يعني إن مرات بندخل بروح عن بالنا انه التطور والتغير هو اشي طبيعي بالاشخاص مش بس بالعلاقة فبتخيل انه هذا الشخص رح يضله زي ما هو حنضلنا نسحط شوي ولا نسح شوي لا معناته انتي ما عم بتديري بالك على حالك مثلا طب ما انا يا عمي عم بخلف وعم بكبر ومش عارف مين وانت نفس الشيء وصلعتك عم تكبر ما اشي طبيعي مثلا فمجرد احنا هاي الاكسبكتيشنز كل ما كانت عالية كل ما صدمتنا بتكون اكثر لانه هاي اشي انا باني expectations ما رح تتوافق مع الواقع فمجرد ما هذا الحكي كل ما كان اسرع كل ما بتبدأ المشاكل اسرع yes. لا بالنسبة للتوقعات التنين لازم او مفروض يعملوا توقعات معينة عشان ما يتفاجئوا يهيئوا انفسهم اني انا اليوم انا نايم لحالي بكره لا انا بكير بناس معاي بالغرفه فكرك قد ما بدي احط راسي بهالقصه هاي هل ممكن استوعبها حسب انا شو ولا مشكله تستوعبها حسب انا شو ليه الايجو كثير عالي انه مثلا بدي يعني مثلا معلش سوري سوري انت بدك سوري ليش ما تقبلتي فكرة انه مو بده يحرم لحاله ولا اخذتيها انه في شيء بدايه لا انا ما عم بقول انا وقلتي انا اصريت ومشيت كلامي انه حرام واحد مضبوط لانه هذا الاكسبكتيشن تبعي انه هذا حيضعف العلاقه ولا مش عارف مين انه ليش بس هلا فكرك تجاه الموضوع تغير انا ما عم بقول خلاص كمثال كمثال على الاشياء ما سلمى حرامك حرامك وذهب مثلا مش بس هلا في واحد الغرفه يا زلمه هاي هلا اجى دوري يلا بس احنا لما النقاش لما بنحط امثله بنحط امثله نفردها على الطاوله للعموم بقولها هي بهذيك الايام ليش انه حسيت انه هذا الشيء لانه هذا قصور الوعي مرات بيعمل هيك شغلات مرات بيكون وعي كيف بدك تفهموا البارتنر قدامك انه الواحد يحكي باشياء هاي تفل هو بيشوفها كثير شيء عظيم انه لا مثلا لا ايش لا لا مش حرامين لا مش لا بدك يعني شو بدك تطلع على هاي الاشياء بدي اصحى من النوم افتح الشباك سكر الشباك لا اتدور الضوء في كثير اشياء ما بخطر لنا ما بخطر لنا انا لما حكيت فجاه ما بخطر لنا انا كان عندي مشكله مش هاي المواضيع احنا عم يعني عم نحكي على ماذا سوف يحدث في لعبه الامم يعني هاي النقاشات العويصه اللي دائما ندفع على التحديات الكبيره بالضبط ما بنحكي بالشيء يس سمير شوف هي يعني قبل ما يصير كلام مثقفين وقبل ما يصير خمس صغير تعجبني شغلي بالخلايا انا مرتي خليليه ان شاء الله الله يهنيك في عندهم ألف شغله مش كويسه عندهم شغله لا 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 وطن عالمي يرضى عليك لا وطن عالمي يرضى عليك والله طيب الخلايا بس يعني خلينا على الموضوع بلاش هو هذا الموضوع بدون التوصيف لفئة معينة عندهم عادة كويسة انه بمجرد ما كتبت الكتاب بتصير تنام عندهم كيف مجرد ما كتبت الكتاب بتنام عندهم تمام بتنام عادي بتصير بتروح بتنام وبتسهر انت وياه لا لا خلص الاب مرتك ما هي الاب بنام الام بتنام بشخرونه انا خطبت مرتي شهرين خطبت مرتي شهرين بس فعلا بالشهرين هدول يعني نمت عندهم تقريبا بدك تقولي حوالي 12-14 مرة فكل هاي القصص كل هاي القصص تقريبا 70% كنت شايفها أنا هي الخلافات هاي كيف تصحى الصبح كيف بتفطر وكذا لأنه يعني زي السفر زي قصة السفر أنت إذا بدك تعرف واحد بتسافر معه فأنت لما تخالطهم مثلا أكل شرب نوم غدا فطور كذا تقريبا هاي 70% من المشاكل ما بتشوفها ف
فالأمور هاي حتى زمان مع التجربة ومع الخبرة ومع كذا كانوا يتجنبوها، عرفت علي؟ فأنا يعني تصوري ما بعرف، هي لأنه إحنا بنحكي بالعلاقات الزوجية الرسمية العربية الإسلامية كذا، أنا ما بعرف، عندي قناعة أنا اللي عنده experience مثلا بالأجانب وكذا مثلا بصحاش الصبح، ما عنده صباحية، ما هو عامل الصباحية له سنتين بعملها الصباحية، عرفت علي؟ هاي المشكلة هاي تقدرش تعممها. لا لحظة شوي، احنا فرقنا لما قلنا بين الثقافات، احنا لما بلشنا بالمرحلة الخامسة قلنا بدنا نوصفها للشرق الأوسط، بس حكين انه المرحلة الخامسة في عندها اختلاف ثقافي واحد، اوكي؟ انه المرحلة القرار هو انه نعيش مع بعض، اوكي؟ ففي ثقافات القرار هذا مجزأ لقسمين، نعيش مع بعض ونتجوز، وهدول مرحلتين اساسا، اوكي؟ هلا اللي احنا بنواجهه احنا ما عندناش هاي، اوكي؟ احنا عندنا راسا لهاي الارتباط. اللي احنا بنواجهه باول يومين ثلاثه شهر هون هم رح يواجهوه بالأولى بدون الزواج، بس رح يواجهوه هم، تعال نعيش مع بعض. إيه هذا أخذ نص خزانتي بالضبط. أنا كان الخزانة كلها ليلي، كمان بدي أجيب له خزانة هلا. يعني في قصص تانية، يعني في شغلات تانية، نفسها القصة هي نفسها. الخلافات الغربية مش هالقد مختلفة، لانه انا متعود على حياه معينه ليبراليه ليوم يومين ثلاثه، بس حدا يقعد عايش عندي ما لا، هذا مش متعود عليه، بدي اقعد اتعود عليه طبعا، اوكي؟ وعندهم كثير بهاي المرحله اللي بعديها بدها تيجي الارتباط، لا تفكش هون خلص اسهل بالنسبة. انا جاي اخذ اغراضي، انا طالع وانا طالعه، وبكره باجي باخذ اغراضي، بقيت اغراضي عبال ما الاقي لي شقه شو اسمه استاجرها. أسهل. لا مش قصة أسهل، هي هي نفسها يعني نفس هدول اللي بمروا فيه الارتباط هم مروا فيه لما عاشوا مع بعض طبعاً. هي نفسها جزل. تذكر اليوم اللي حكيت لنا فيه المرحلة الرابعة أول سؤال لازم نسأله كيف نفترق؟ كيف نفترق وطلعنا كلنا قلنا لك لا هذا الحكي ما بصير، هذا شكله بصير يعني هذا الشيء لسه اسهل من الانفجارات. لما تكون انت واصل لهي المرحله بالعلاقه بالرابعه انك انت تسال هذا السؤال، اظني بعد هيك تقدر تفوت الخمسه. يعني اذا اسال يعني قصدك انت انه المرحلة هاي نحن كيف نفترق ويتفقوا ويطرحوا أفكار وفوتوا بعدين الخمس. يس بحييك بحييك. بس علي صوتك، ممكن أختلف معكم شوي فيها. قول جرب العفوي في الموضوع. العفوي يعني أنت من كل اللي إحنا نحكي نظرياً مع قواعد بس ما نفتش عبارنا ما بدش نكتبها أصلاً ولا نمشي عليها كخطوات. طب خلي الأمور تكون عفوية. شو يعني؟ يعني إذا كان وصلنا لمرحلة من الوعي، النظر وصل لمرحلة الإحساس أو لسه غالبا لسه الأمور عفوية تمشي. يعني مش إنه واحد تنازل الثاني، لا بعفوية ممكن بيست كيس سيناريو يكون في خلافات، بيست كيس سيناريو بس سيناريو واحد. موضوع العفوي هاشم يعني في أشياء ما رح تفرق معي، أوكي؟ مثلا أنا طبعا طرحت هذا المثال لما أطلع، أوكي؟ هذا مثال، في حدا تاني بتطلع كتير مبسوط، عارف؟ أنا بس عم بطرح مثال على الأشياء اللي فارقة معي أو طلعت بتفرق معي وأنا ما بعرف، وبتكون شغلات صغيرة. طبعا كل اللي طرحناه عبارة عن أمثلة تنطبق على أشخاص ولا تنطبق يمكن على كتير ناس، بس إحنا عم نطرح أمثلة على الشغلات الصغيرة اللي ما خطرت عبالنا، وهاي ممكن تفاجئنا بالبداية. وبالتالي قبل ما نحكي على المشاكل الكبيرة، في الأشياء الصغيرة اللي هي جمعت ليصير لقدام عيني تفتح، لأني هدول بقدرش أحكي فيهم وهون ننتبه. بما إنه في أشياء ما بقدر أحكي فيها ومعبئ منها صار لها 3-4 أيام ما بقدر أحكي فيها لمين بقى؟ للشخص اللي قدامي لأنها سخيفة. وصلنا 3-4 أيام بدي أفتح يعني مش قادر أحكيها للطرف الثاني. يعني وإنه بتنحكي
حكاش يعني كيف بدي احكي بهيك موضوع يعني كيف بدي احكي على فرشاية الاسنان يعني اول اربع ايام كيف بدي احكي عنها واقول اني انا متضايق بالسنه باول اربع ايام فبقوم عيني بتفتح على مشاكل تانية اقدر افتحها وبالتالي عيني عوين بتفتح على المشاكل عشان انفس على الاولى وبالمره فتحنا لقيت لي مشكله ولسه موضوع اوكي عشان افتح الصغير وبالتالي بس فعلا اللي انت حكيته مهم احنا ما عم نحكي المثل انه كل الناس هيك بتفاجئوا لا في ناس هيك اوكي احنا بنحكي انه في شغلات صغيره راح تفاجئنا وطرحنا امثله عليها سلمى يعني بتوقع في العفويه موجوده بس العفويه بتوقف باللحظه اللي عندك نيد معينه مش ملبى او فاليو معينه مش ملبى يعني بالمثل اللي حكى اذا الشخص ما عنده مشكله وعادي وبينام نومه ثقيل ومتعود ومبسوط على اللي جنبه ما راح ياثر معه اذا هذا الشخص من النوع اللي النوم عنده مهم ويمكن راح يتضايق اذا ما نام منيح وفعلا راح يقوم متوتر لا معناته في نيت عنده راحت فهون لا الموضوع صار عنده بطل عفويه صار لازم انه معلش هذا موضوع مهم انه لازم ينحط له شيء مواضيع ثانيه وعلى فكره معظم المشاكل بتصير الامور الصغيره مش الامور الكبيره تراكمات يس هلا احنا حكينا قبل انه في مرحلة قبل ما أدخل العلاقة اللي هي فهم الذات. إذا الشخص بيشوف إنه في شغلات صغيرة بالحياة هي بالنسبة له كبيرة، شو المانع إنه يحكي فيها قبل؟ هي مش قصة المانع اللي عم نطرحه مسار، ما في مانع. هي لأني أنا ما عشت تجربة. لأن أنا فاهمة عليك بس قصدي إنه يعني هو بده يحقق ما حدا حيقدر يعيش بالشيء إلا بوقته. Yes. بس من فهمه لحاله شو أكثر شيء ممكن يتخيل إنه ممكن يضايقه بعدين هيحكي قبل هذا إذا خطر هذه قصة إنه ما نمنع عنصر المفاجأة مستحيل نمنع yes. بس إحنا بنحاول بس نقلل من نسبة وجوده 100% فالإشي اللي بالنسبة له يعني مثلاً شخص طول عمره عايش بغرفة لحاله مثلاً وحيد بين أخوه طول عمره بغرفة لحاله أكيد هذا العنصر رح يأثر كثير yes. فهذا يعني قديه هو فاهم حاله هذا الاشي رح يفيده بانه يفتح الموضوع قبل هي كله على اللي تعرضنا له خليني شوي بس امسك هذا الموضوع انا اللي عم بطرحه هو لسانة على نفس السؤال امتى اوكي لسانة على السؤال الاول اللي باول الجلسة امتى باعتقادكم وامتى مش موضوع وقت كتير ناس حكوا انه اذا تعرضوا لتحدي مش بعرفوش من قبل يعني الأجوبة كانت متعددة بس اللي أنا فتحته موضوع ما بخطر على بالنا والبداية بداية البداية أوكي هلأ موضوع النوم افرضوا فتحنا إحنا هيك مجموعة كل واحد يحكي النوم تبعه واحد رح يجي يحكي والله أنا طيارة سيارة باص بنا حطني واقف حطني قاعد بنا أوكي واحد تاني قول والله اذا في نت في الضوء مش عارف ايش ما اعرفش يعني رح نقعد ساعه ونص مع بعض بس نحكي بموضوع النوم اوكي في واحد ببيت اهله سريره عباره عن مفرد في واحد تاني سريره عند بيت اهله كينج سايز هلا الكينج سايز هو فاهم انه طول عمره نايم على هذا الطرف النص مثلا اوكي فهو هذا عارف انه اي طرف بزبط له طب اللي نايم على مفرد هذا كيف بده يعرف على اي طرف يعني ما انا بعرفش ففي شغلات انه رح نتفاجئ فيها فعم اللي يعني وهي بدايه البدايه كثير مهم اي طرف كان الواحد لا الاشياء اللي ما بتخطر على بالنا هذا قصدي وطلعت مهمه وما بتنحك وخصوصا باول يومين يس هي ما بتنحكى ليه؟ لأنه أحياناً بتكون برمجة ذاتية جواتك أنت متعود هيك وبتعيش هيك وكذا فما بتحكي فيها بتخطر لك فيها بالضبط وهذا تصور ولسه ما وصلنا هلأ أنا عم بتفاجأ بأمور أنا لساني اللي عم بتفاجأ الشخص الثاني لسه فيش تفاعل يعني ما بتفاجأ لحالك يعني لسه ما دخلناش بالتفاعل مع الطرف الثاني عشنا مع بعض المفاجآت رح تطلع هون اوكي يا مش الزواج شيء العيش مع بعض مين حكاها مش عارف اذا سلطان ولا سمير موضوع السفر كيف بنكون صحبه سنين
بس ما سافرنا. انا صارت معي تجربه برضه. بنقوم نسافر مع بعض. ولا خصه. هذا مش الشخص اللي بتعرفيه. رجعوا لي هداك. مين هذا الشخص اللي بعرفوش؟ اوكي. برضه موضوع سنين حكيناها، ايش في ثلاث شغلات بدنا نعرفها عن بعض. اوكي، موضوع الفلوس. احنا اصحاب وصلنا سنين بس ما في بيناتنا مواضيع الفلوس. فجاه صار في مثلا لان اصحاب دايني مش عارف ايش وخسروا بعض لانه اول مره اول تعامل، لانه مفهوم كل واحد عن الموني مختلف. بالضبط. ففي اشياء صغيره ما بنعرفها حتى على مدى السنين، بس في ظرف العيشه مع بعض راح تحطها قدامنا 100%. هذه ولا ممكن يخطرنا. لما قررنا انا وصاحبي انه نسافر مع بعض، او انا صبيه وانا صاحبتي ولا مجموعه صاحبات نسافر مع بعض، كلنا ما احنا بنطلع على الكوفي شوب وبنطلع رحله وبنطلع مش عارف ايش وبنروح يومين على رام كله حلو. بس بيكون تمثيل. ما لا لا مش تمثيل، يعني مش قصدي تمثيل يعني هيك هيك هم. قمنا طلعنا 4 أيام على دهب مثلا، موضوع مختلف. فهذا نفس الشخص اللي مسافر، يعني اللي بقيت مثلا سافروا 5، اللي 4 ما عجبهم مش الخامس، ممكن يتفقوا 4 هو نفسه الخامس مش عارف انه عنده اشي ممكن يزعج هدول. هو ما بعرف يعني، هو مش قصده انا طالع عن انا طالع انكد عليهم، لا مش هيك. لا هو بيكون هو اوكي، هو بيكون هو نفسه لكن ما عجبهم، بس هو لا لا هلا هو نفسه ما بعرف انه هذا الموضوع مزعج. هذا اولا. تمام. اثنين، هو بركي اول مره بيسافر، ممكن، فهو ما بعرف انه بالسفر هيك بيصير معه كمان، يعني برضه بيعرفش. فبالتالي هذا اللي بيعرفش كيف بده يقول للطرف الثاني شيء؟ فيش عنده معلومه يقدمها لانه مش مدرك، مش مدرك انه هاي مزعجه. هذه بدايه وهالقد تريكي موضوع المرحله السادسه. كثير كثير والله. قولي لي هلا، مش كثير ليت لهذا الموضوع، بس انا كثير بآمن سواء بالريليشن شيبس مع شريك حياه او مع اي حدا حواليه بالحوار. يعني انا ممكن اجي احكي لك اذا انا عارفه انه انت حتتقبل مني، او انا اللي موني عليك والله ما بحب تعمل هيك او ما بحب تحكي هيك، وبحب انه او بتوقع من اللي قدامي يكون عنده نفس الشيء. يعني زي ما انا ببادر بالحوار، بتمنى انه انت اذا عندك ايش تحكي لي اياه او تتقبل مني اللي انا بحكي. يمكن هاي برضو مشكله، مش كل حدا بتقبل الحوار مع الطرف الاخر. صحيح، وهذا بنكون كتبناه يعني، هذا بالمرحله الرابعه وبالمرحله الثالثه مرينا فيه على مستوى الحكي. اوكي، بس بالمرحله السادسه لما تبلش في اشياء راح تنسينا كل موضوع الحوار، لانه انا شخصيا مصدوم مبدئيا. يعني في اشي مش عارف اتعامل معه. اوكي، من انتم؟ بالضبط، من انتم؟ احنا لسه يس احمد. هسه في نقطه كانت اللي هي لما كانوا يعني زمان كنا نحكيها جلسات قبل، انه مثلا لما اثنين يختلفوا هلا بدنا نخلص، هلا بدنا نخلص. هم كيف يختلفوا بين بعض مرة ثانية؟ لما يصير في اختلاف بين الطرفين هم يتفقوا كيف يكون الاختلاف ما بين بعض. فهسه ليش مثلا ما يكون انه والله نيجي نحكي في هاي المرحلة، لما انه ليش ما هم يكونوا معودين بعض من اول مثلا انه هم يكونوا صريحين مع بعض بالشغلات اللي مثلا بتضايق، انه هسه لما هم يكونوا صريحين متعودين على هاي الشغلة، فبالتالي انه هم يتفقوا على شيء معين. انا خلص بحكي مثلا هاي الشغلة الفلانية مضايقاني، بتوقع منك انه ما يكون عندك رد فعل او دراما عظيمه على هاي الشغله، خلص هاي الشغله مش انت كشخص، هاي الشغله مضايقاني. تمام؟ فانه لما تكون انه لما يكون انه هم متعودين على هذا الحكي التعامل ما بين بعض، ساعتها ما راح يصير في تراكمات. ساعتها يعني التراكمات هي اللي بتؤدي انه والله خلص في انفصال، في مشكله كبيره، في الى اخره. تمام؟ لكن انه هي الشغله اول باول، انه والله لا خلص بحكي مثلا في هاي الشغله مضايقاني يعني ما تعيديها، انتهت الشغله. وبالتالي بايش محكومين؟ وبالتالي بايش محكومين؟
شو محكومه؟ العلاقه بايش محكومه؟ على الفيجن اللي حاطينها بين بعض. ونوع العلاقه كهدف، هذا دائما بده يذكرنا، واحد بده يذكر الثاني. هذا ما سوف نراه في الجلسة القادمة. رح نكمل على هذا الموضوع ورح نشوف كيف نحكمها باللي اتفقنا عليه من قبل، واللي انت حكيته هو نرجع للأساسات تبعتنا، وهذا اللي رح نشوفه. اوكي يا جماعة، لقد جئنا الى نهاية الجلسة، ونيجي لبرنامج Out and About. رح نكون يوم السبت مع زوم صح؟ رح نكون على زوم من الساعة 7:30 للساعة 9، وهاي المرة رح نناقش فيلم. الفيلم هو The Curious Case of Benjamin Button، الحالة المحيرة لبنجامين باتون. صح؟ الحالة المحيرة هيك الترجمة تبعتها. الفيلم من بطولة براد بيت، ومن الأفلام الغريبة جدا جدا جدا. بنصح الجميع أول شيء يشوفه، لأني أنا لما أول مرة شفته، اللي كاتب الموضوع أساسا النوفل، إذا هي نوفل، هي نوفل، هي شورت ستوري عبارة عن 60 صفحة، ونعملت فيلم 3 ساعات. كتير غريب، طبعا القصة كتير أقصر وكتير أبسط، فهو كتير مد فيها السيناريو، مد فيها. بس القصة كتير كتير غريبة، كتير غريبة، ومحطوطة بإطار واقعي كمان. يعني أنا كنت بتخيل هذا الإطار يكون ساينس فيكشن إشي هيك، يعني لا، مقولبه على، هي مش واقعية بس مقولبه بطريقة كتير فظيعة على قصة واقعية. شوفوا الفيلم، نقاشنا رح يكون يوم السبت من الساعة 7:30 للساعة 9 بنادي الكتاب على زوم، ورح تكون الميسرة سلمى الأشهب. يوم إيش في إشي؟ رحلات كذا إشي في خطة؟ أوكي. يوم الخميس الجاي رح نكون مع دائرة تدريب مهارات الحياة من الساعة 6:30 للساعة 7:30، إن شاء الله بنكمل بموضوع المرحلة السادسة. شكرا كتير لكم، بنشوفكم بالفعالية. صحيح، كنت أخبركم شغلة، كل اللي معاه بطاقة عضوية، وهي أنا لازم أقعد هاشم، كل اللي معه بطاقة عضوية وإجيتوا على كيمستي، في عنا 10%، يعني إحنا بنيجي لهون دائما في كوبونات لكيمستي، كل معه بطاقة عضوية وبيجي على كيمستي في 10% ديسكاونت على كيمستي، بكيمستي. يعني لو اجيتوا لحالكم قولوا له اعطوه البطاقة او فرجوا له البطاقة على الايميل، البطاقة على الايميل موجودة، وهي بتنزلوها PDF. اوكي، في 10% هون. حتى الفرق اللي بيعملوا اجتماعات هون كمان يذكروا بعض، اللي معه بطاقة عنده 10% هون. شو كمان شو كمان شو كمان شو كمان بس خلص، شكرا كثير، وبنشوفكم بالفعالية.